سعيدة هنا. ازاي دلوقتي؟ كويس. الله، انت لسه بتعيطي؟ خلاص يا ستي، اديني استلفت 20 جنيه بس. اعملي حسابك مصروف البيت هتاخديه ناقص 3 جنيه كل شهر، وتبقي تصرفي بقى مع اهلك كاملهولك. اتفضل، 50 جنيه بقى ابعتهم اتصرف فيهم. الله يفيه الخير اللي افتكر. طب بتعيطي ليه بقى بدل ربنا فرجك؟ مفيش، بس صعبت عليا نفسي. الو، لو سمحت ممكن اكلم سعفان بيه؟ ايوه انا سعفان. اهلا 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 بيكي في اي وقت. انا سعيد جدا اللي سمعت صوتك. متشكره قوي. انا بكلم حضرتك عشان اشكرك على 50 جنيه، واوعدك اني هرجعهم لحضرتك في اقرب فرصه. انا اولا ما طلبتش انك ترجعهم لي، ثانيا الشكر في التليفون ما ينفعش. لو ما تتضايقيش أكون سعيد لو تقابليني، وهي فرصة أشوفك وأطمن على الولد. أرجو المقابلة دي تكون سر بيني وبينك. ما يكونش عندك أي فكرة، ثقي فيا. تحب أرجع لك الفلوس إزاي؟ فلوس إيه؟ فكرك أنا بقابلك علشان أكلمك في الفلوس؟ أنا عايز أطمن عليكي. هي كمان انا عارفها بسيطه. هي بسيطه صحيح، انما ادي احنا مستورين. على العموم ما تشيليش هم، زي ما قلت لك اعتبريني اخوك الكبير، وعشان اساعدك انا حرق كمال وازود له مهيته، واذا احتجت اي مبلغ تاني ما تتردديش. تليفون بسيط، كل طلباتك هتتنفذ. متشكره قوي. لو سمحتي تقبلي مني الهدية دي. ايه ده؟ والحتتين قماش لسه جايين من باريس. يا خبر، لا مش ممكن. ايه هو اللي مش ممكن؟ الهدية بسيطة. أرجوكي ما تكتفينيش. طب بس هقول له ايه؟ يا سلام، أي حاجة. يا هناء خير؟ سعفان دي رقاني، بقت ميتي 50 جنيه، ولو اتبسط من شغل يمكن توصل لمية. مبروك. الله، انت مش مبسوطه ولا ايه؟ لا ابدا، طبعا مبسوطه. انت كنت بره؟ ها اصل كنت بشتري. اصل كنت فين يا هناء؟ كنت عند ليلى بنت خالتي. بص، ايه دول؟ دول حتتين قماش جابتهم لي ليلى هديه بمناسبه عيد ميلادي. بنت حلال قوي ليلى دي، وفرت لنا كسوه الصيف. يلا بقى يا حبيبتي نتغدى لحسن، هموت من الجوع. ها يلا.